في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، والذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تواصل الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع بواد غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات. كل عمر الشعب ده إيد واحدة، والفربط واليوم الدين، الشعب اللي في وقت الشدة دايماً عارف سكته فين. بحبك يا ريس، وشكراً على الهدية الجميلة دي. شكراً على الهدية الحلوة دي، بنحبك يا ريس ودايماً فاكرنا على طول. بنشكر الريس وبنشكر الداخلية وبنشكرهم على الهدايا الحلوة دي. بنشكر سيادة الرئيس اللي هو بيفتكرنا كل سنة بالشنط وبيفتكرنا بالخير. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها 100,000 جنيه، على حبها من يوم ما اتولدوا جيل بيسلم رايا. كل سنة وانتم طيبين. طيبة حبيبتي، بنشكر سيادة الرئيس اللي هو دايما كل سنة فاكرنا، وكل سنة انتوا بتجونا وفاكريننا، ربنا يبارك لكم يا رب. وعشان شبر في أرضه يموت، واللي في عز المحنة اتحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. رجالة ولاد رجالة، ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. احنا ما كناش متوقعين ان انت هتجينا وتفتكرنا والله، وربنا يعينك ويقويك يا ريس. انا بشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا وعلى فرحة اولادي بالشنط والكراريس والجلام اللي هم عاطينها لنا. بجد احنا مش عارفين بجد نقوله ايه، والله العظيم انا مش لاقية كلام اقوله بجد. شكرا شكرا يا ريس. بتضحك اللي على جبينه، ربنا جنبه بيعينه، هو ده يبقى الشعب المصري. فرحانة بوجودكم معانا ومقابلتكم بينا المقابلة الحلوة وجبرتكم معانا. تنجبر ومبارك فيكم يا رب. الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي بإذن الله بيتحدى نسل سلاح وبتركب. كلنا مبسوطين بيكم خالص خالص، واحنا بنشكركم وبنشكر الرئيس وربنا يخليكم. المبادرة شهدت توجه مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن إلى المناطق الأكثر احتياجاً لتوزيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية على قاطني تلك المناطق، الذين أشادوا بهذه المبادرة وبدور وزارة الداخلية الذي لا يتوقف عن دعمهم. شكرا يا ريس على اللي بتعمله معانا ووقفتك الجميلة مع البلد. شكر رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وفر لنا الشنط والكراتين. المبادرة تأتي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وكإحدى المشاركات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية بهذه المناسبة، ورغبة منها في تلبية جزء من احتياجاتهم.
دليل مصر اللي مضحي بروحه وعشان شبر في أرضه. دي هدية بسيطة من سيادة الرئيس، بقول لك كل سنة وانت طيب. المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخلي الرئيس الجمهورية يا رب ويخليك. رجالة ولاد رجالة، إيد تحمي وإيد شغالة، مصر كل سنة وانت طيبين. انت طيب الله يخليك. محتاجين أي حاجة؟ الله يخليكم، عايزينك طيب الله يخليك. كل سنة وانت طيب الله يخليك. مبادرة كلنا واحد طبعا مبادرة جميلة، وأنا بشكر الرئيس على هذه المبادرة لأنها فعلا بتغطي حاجات لناس فعلا محتاجينها وبتوصل للناس فعلا اللي محتاجينها. بنشكر سيادة الرئيس أن فرح أطفالنا وشفنا يعني حاجات حلوة النهاردة. الرئيس دايما محافظ على فرحة الأطفال، وربنا يبارك فيه طبعا، مدخل الأطفال المدرسة بحاجات جديدة وشنط جديدة، وربنا يحفظه ويبارك لنا فيه. أنا مبسوط قوي عشان الرئيس السيسي فاكرنا كل سنة وبيقدم لنا شنط وحاجات يعني حلوة نفرح بيها. أنا مبسوط النهاردة الضباط اللي هم جابوا شنطة جديدة أخش بيها المدرسة. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية تأتي مثل هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة تزامناً مع المناسبات المختلفة لدعم المواطنين بخاصة الفئات الأولى بالرعاية منهم لتخفيف الأعباء عنهم. بنشكر سيادة الرئيس أنه افتكرنا بدخلة المدارس وبعتنا لنا الشنط واهتموا بأطفال. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. ألف شكر يا رئيس، ما تحرمش منك. والله يا حضرة الرئيس أشكرك، أشكرك ميت 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 ألف شكر.